السلام عليكم الاصدقاء الكرام. اليوم عندنا واحد اللعيبه يعني زوينه، هو ملي كتصب الشتاء. دابا نحن في فصل الخريف وبدايه الشتاء والثلج وما الى ذلك، فملي كديماري الطوموبيل في الصباح كتكون الدنيا مضبه لداخل، ولا طلعتي الدجاج ومع النفس، خصوصا اللي كيخدم في اوبر ولا ليفت ولا كيدير طاكسي حر، يعني كما كنديرو في بار تايم، فلا طلعتي الدجاج كامل كتخنق الطوموبيل، كتولي خصك تخدم الكليما باش تفك على الدجاج من الداخل الى اخره. وهو كاين واحد اللعيبه كتسمى الديفليكتر، اليوم هادو كيتسموا الرين جارد، يعني كتحرس الشتاء باش ملي تصب ما تطيحش لك لداخل على الاجهزه الالكترونيه اللي كاينه اللي كتفتح الدجاج الى اخره. الا نفستي الدجاج شويه كتبقى الشتا كطيح. فكاين واحد اللعيبه هي هذه كتعملها، كتلصقها هنا ياك هكا، فكتحمي الشتا واخا تفتح الشرجم والنافذه، فالشتا ما تدخلش لداخل وكتبقى الدنيا زوينه والطوموبيل مهويه. واخا كتخدم شي شويه الكليمه باش تسخن ما كتخنقش، لان كيبقى الهواء الطبيعي من برا كيدخل واكسجين داير وما الى ذلك. فاليوم نشوفوا كيفاش غادي نركبوه، يعني لعيبه سهله معنا. مرحبا بكم. من طبيعة الحال ملي كتشريهم انت كيجيوك عبر الانترنت، اولا مشيتي شريتهم في المحل كتلقى واحد البرودوي الالكول هكا، كتمسح به الاثار ديال الى اخره، كتمسح به من ديك العوامل الطبيعيه سواء دهون او ماء، باش ملي تلصق كيلصق كليرلي وما يتقلعوش. هذه هي الشركه، يعني احسن نوع ديال هاد الرين جارد هو هذا، وكاين احسن من هاد الشيء من طبيعة الحال، هذا متوسط يعني. هادو هما، شوف هنا هاد الحمرة كتقلع باش كتلصق على الحواشي ديال السيارة، فغنشوفو دابا كيفاش لحظة بلحظة باش ما يوقعش الخطأ. كنقلع واحد الطريف من هنا وجوج من هنا، علاش؟ باش كنيشو اقصى اليمين واقصى الشمال، وكتحط كالبوزيشن في الوضعيه عاد ديك الساعه سلايد ونحيدهم. دابا نتوما كتشوفوا البوزيسيون هاي محطوطه من هنا ومن هنا، الا كان باقي شي يدي الفوق يمكن لي نقلع ونعاود نريقل، ولكن الا كانت محيده كامله المسقات مشكله. فكنضبط مزيان، هي من هنا مزيان، من هنا مزيان، اذا كنورك على هادو باش يلصقوا من هنا باش كتثبت. من هنا ها هي ثابته، قبل ما داكشي راه مسحنا بالالكول، يعني كنحيد هاد الطريف اللي هنا، هادي الصغيره هي تحيدات، كنورك على هي لصقات دابا صافي تفيكسات، كتبقى المساحة هنا هاهي، أولا نجي ليها من هنا وكنبدا نحيد فيها، هاهي غادية هاهي غادية هاهي غادية هاهي غادية، صافي تحيدات. من بعد كنورك عليها من هنايا باش كتفيكسها وتلصق مزيان، هاهي صافي. دابا دقة بطلة، يعني واخا تخلي الدجاجة منفسة لهنا كطيح الشتا كتسلق وما تخرجش لك للداخل، وتكرفس لك الكوير والجلد والليدر وما إلى ذلك. اخترتو بها للداخل، ما يمكنش ربيو هادشي في الأرض، لأن بروسي فيه 500 دولار إلا رميتي داك شوية في الأرض، وكاينين الكاميرا الدول المتقدمة يعني ماشي البلاد العربان. Thank you.
هو هكذا. غادي نعاود نتكي عليها مزيان باش نلصق بالمختصر المفيد. السياره كتولي كتبان فيها واحد الفخامه زوينه، والشتا حتى في الصيف، حتى في الصيف ملي كتوقف في الطوموبيل راه تقدر الباربريز يتفرقع بالحراره، ولا كان فيها شي حاجه قابله للاشتعال تقدر تشعل. هذا ملي كتخلي الزجاج منفس، فحتى الغبره ما كتدخلش، ولا جات الشتا على غفله ما تدخلش، وكتبقى السياره جميله نقيه بحالكم نتوما. ودابا كما كتشوفوا ها هو ركب واللي في الجناب، يعني شو دابا ملي غنهبط الجاج شتي دابا الجاج شحال مفتوحه، ولا صبا الشتا ما طاش لك على يعني الاجهزه الالكترونيه ما يوقع ليها والو، كتبقى محميه فهمت. هذا الدور ديالها مهم بزاف، يعني هذا اللي كتسمى الريندر. Turn left on I-84 East.